النظام العسكري الجزائري إلا لاحظته بأنه خلال الأسابيع الأخيرة ما بقاش كيعاود على فمو ديك الكلمة ديال نهدد المغرب، الحل العسكري، حنا كنحفروا الخنادق، حنا كنشريو السلاح، حنا عندنا الطيار، حنا صحاح، حنا غادي نفعلوا نتركوا ثروات ديال الشعب الجزائري اللي برد يماهم هذه دابا تقريبا 40 ولا 60 عام، يندم عليهم ندم شديد. روسيا كتشوف على المصلحه ديالها، روسيا دابا في هذا الشيء اللي قاعده كدير دابا في اوكرانيا ومدرمه دابا هذه، شوف شحال شوف شحال من شرويه زايده زايده زايده، واش كيجبدوا معاها القانون الدولي 74؟ واش تصوروا دابا الحسن الثاني الله يرحمه كيبقى عنده غير ذاك دوك الاحكام غير هكا اوراق، تصوركم ما قالش المغرب هبطوا يعني هكا، تصوركم ما قال لهم زيدوا يلا زيدوا، واش كان شي واحد من بعد غادي يجي غادي يقول له حق عندك حكم اجي نعاونوك باش تنفذوا؟ والو، في الصراعات الدولية القوة هي اللي كتحكم. إذا غادي يكون حرب الصين زاف روسيا، سواء أوروبا ناضت دارت شي حاجة، إلا دارت شي حاجة راه أوروبا غادا تضعف وروسيا غادا تضعف، في جميع الحالات الولايات المتحدة الأمريكية هي المستفيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبول الحرب كتقرع ما بين روسيا وما بين أوكرانيا، والأخبار تتوالى خلال الساعات الأخيرة الماضية، وبقى الأحداث كتجري بسرعة والعالم ما عارفش الأمور فين غادا. البارح كان بايدن دار تليفون مع الرئيس ديال مع بوتين، والاخبار اش كتقول؟ كتقول بانه بايدن هدد بوتين وقال له اودي بان راه الا مشيتي في هذا المسار ديال الحرب راه غادا تكون انعكاسات خايبه، والاخر رد عليه قال له حنا ماشي شغلنا، شغلنا حنا كنديروه، يعني بالعربيه اللي بغيت نديرو نديرو. طبول الحرب ما كتقرعش في الحقيقه ما بين اوكرانيا وما بين روسيا، لا روسيا كتقرع على باغي تضرب اوكرانيا، لانه لا مجال للمقارنه، حيت هادو ماشي جوج دول مقادين، دوله قويه باغيه تاكل دوله صغيره. المختصر المفيد على السبب هادشي كله علاش نايض، السبب هادشي كله علاش نايض، روسيا عندها واحد المجموعه ديال الدول في الجنوب ديالها، هذوك الدول كتعتبرهم بانهم محميات ديالها، يعني العقليه ديال الاستعمار هي اللي كاين ما بين الدول الكبيره. اوكرانيا بدات كتقرب لحلف الناتو، يعني الجهه ديال اوروبا كتقرب وبغات تدخل معاهم حتى هي. روسيا كتمنعها، علاش؟ لان اوكرانيا كلها خيرات وثروات طبيعيه وبشريه، وهذا العالم كله دابا من دابا الفوق كيتقاتل كله غير على الثروات، ما كيعرفوا غير الاقتصاد. اما ديك الاعذار وداك الشيء ديال الاتفاقيات الدوليه والقانون الدولي وداك الشيء ما عنده حتى شي قيمه، يعني بالعربيه عندها دوله ديالها ناويه تدخل ليها، علاش؟ كتطلب باش تأسس واحد نظام سياسي، واحد الحكومة موالية لروسيا. تليفون يعيط بوتين، دير هادي نعم سيدي، ما ديرش هادي نعم سيدي، دوز لهاد الجهة ما تدوزش لهاد الجهة. هذا هو المختصر ديال هاد الأزمة اللي كاين دابا ما بين روسيا وأوكرانيا. آخر الأخبار اش كتقول؟ كتقول بأنه الجيش الروسي حشد أكثر من 100,000 عنصر من الجيش، وفي روسيا البيضاء جند 30,000 عنصر، جيش تاريخي ضخم هي اللي موجدة، وعد بأنه الإمكانيات والعتاد الحربي وبأنه شغل الآلة العسكرية كاملة. وآخر الأخبار كتقول بأنه بالإمكانية ديال الجيش الروسي أنه يغطي 93% من الأراضي الأوكرانية، يعني موجد. هاد الخبر طبعا غادي ياثر على العالم، وفي النهايه كيف غادي نشوفوا دابا راه غادي ياثر حتى على الجزائر، وغادي يقلب الموازين القوى، وراه قلب ليها الهضره ديالها اللي كانوا كيقولوها الجزائريين، النظام الجزائري الكلام اللي كان كيقولوا شحال هذه التهديد بالحرب، وغادي نفعلوا غادي نتركوا الصواريخ ديالنا غادي توصل لمراكش وغادي توصل لاكادير وما نعرف فين، راها غادي تبدل، وهذا هو اللي ما انتبهولوش الناس. فاذا اخر الاخبار كتقول بانه العالم على شفا واحد الحفره، بزاف الناس كيقولوا بان هذه ربما غير تهديدات وتسخينات وبان الى غير ذلك، ربما احنا غادي نعطيكم الجواب في الاخر ديال هذه الحلقه. احنا اللي كيهمنا اوروبا مكمشه،
اوروبا مكمشه خايفه. وديك النهار شفنا بانه الرئيس ديال فرنسا مشى لعند بوتين، وبوتين استقبله وهضر معاه، ولكن في الاخر امام القنوات ديال الدنيا دار له الاهانه في الطريق ديال السلام، في ديك المساحه اللي بعدوا عليه بواحد الطاوله طويله الى غير ذلك. اذا اوروبا ما عندهاش القوه، وهذه راه الامور باينه. اوروبا القوه ديالها، القوه ديالها بدات كتنهار نهار على نهار، من نهار اللي سمعنا بانه بريطانيا انسحبت من الاتحاد الاوروبي، هذيك علامه بان الاتحاد الاوروبي ما بقى عنده حتى شي حاجه، وبانه بريطانيا كتوجد لواحد المرحله اخرى هي الولايات المتحده الامريكيه واستراليا. ف بايدن يعني الرئيس ديال الميريكان شنو ناوي يدير الموقف ديالو، لان اوروبا والعالم كيتسناو القوه الكبيره هي الولايات المتحده الامريكيه شنو غادا دير. روسيا ما يمكن يحبسها حتى شي واحد، وما يمكن يضغط عليها حتى شي واحد، وبانه الرئيس الروسي بوتين الان كيحيي الامجاد ديال الامبراطوريه الرومانيه البيزنطيه، وكيقدم نفسه للعالم بانه هو اللي غادي يحيي المجد ديال الامبراطوريه البيزنطيه. راه هادشي فايت اللي تكلمت لكم عليه. بوتين عنده احلام تاريخيه وربما فوق تاريخيه، وسنين هو كيوجد لهاد اللحظات باش كيقدم راسه بانه هو اللي غادي يرجع المجد. هذا الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه حاليا شنو غادا دير؟ ومن هنا غادي نجيب لكم حتى غادي نهضروا على الجزائر، النهايه ديالها والمصير والمحيط اللي غادي تلقى راسها حاصله فيه. الولايات المتحده الامريكيه يكذب عليكم شي واحد يقول بانها غادا تدخل في مواجهه مباشره مع روسيا، لانه التاريخ ديال الولايات المتحده الامريكيه والحروب اللي شنتها الولايات المتحده الامريكيه كتبين بانه اولا الولايات المتحده الامريكيه ما عمرها دخلت شي حرب من الاول حتى الاخر. والدليل مثلا الحرب العالميه الاولى ولا الثانيه، في الاولى ما دخلتش، ولكن في الحرب العالميه الثانيه دخلت في اخر المراحل، يعني ان الولايات المتحده دائما كتحتفظ بالقوه ديالها حتى لاخر المراحل باش كتخطف النتيجه. والحروب الطويله ما عمر الولايات المتحده الامريكيه خاضت شي حرب طويله. الحرب ضد العراق، العراق الحرب ضد لان كانت محطه اساسيه في التاريخ لا ديال العالم الاسلامي ولا ديال الولايات المتحده الامريكيه، الحرب واسقاط النظام ديال صدام في 2003 ما خاضتها الولايات المتحده حتى جندت حوالي 40 دوله، وجندت من الامكانيات الفظيعه الخياليه اللي كان ممكن ان بها تحتل القاره، كانت استثناء الولايات المتحده الامريكيه، حتى وجدت اكثر من ما يجب انك توجد، لواحد الدرجه انها حتى وجدت الناس اللي غادي يدخلوا يسكنوا بلاص دوك المواطنين اللي الا رفضوا، الناس اللي تمسكوا بصدام وجدت باش يكون شعب بلاصة شعب، ولقات الحل في الشيعة لا ديال العراق ولا ديال ايران، وكان العالم كله تجند. اذا استثناء الولايات المتحدة الامريكية دار ديك الحرب الطويلة، اما مثلا تعاودها المرة الثانية والثالثة ابدا، لان جميع الحروب اللي خاضتها كانت انهزمت. كلكم كتعرفوا داك المشكل ديال الفلبين، حرب الفلبين كانت نكسات، وكانت اذا الولايات المتحده الامريكيه يستبعد انها تواجه روسيا. وانا غادي نقول لكم كيفاش غادي توظف هاد الازمه اللي كاين للصالح ديالها. هاد الازمه تقريبا كتشابه، الا حاول نتذكر، تقريبا كتشابه الازمه ديال الصواريخ الكوبيه في 1962، راه كان وصل العالم في نفس الوضعيه اللي حنا فيها حنايا دابا، وكانوا تجبدوا الاسلحه النوويه. كانت وقعت هذه الازمه ما بين امريكان وما بين روسيا، كان ديك الساعه سميتو الاتحاد السوفيتي. كان وقع واحد المشكل في كوبا، لان امريكان ديما عندها الغرض، انها كان عندها الغرض تاخذ كوبا دائما 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 دائما، وديك كوبا، ديك هاد كوبا خلقت الولايات المتحده الامريكيه مفارقات وطرائف، يعني واحد البلاصه اللي اذا هذه كانت الامريكان كانت بغاتها، ولكن النظام السياسي اللي فيها كان موالي للمعسكر الشرقي. الامريكانيين، الولايات المتحده الامريكيه ساقط الخبر بانه كاين صواريخ روسيه كيدوزوها الكوبا وكيغرسوها تما، وهذيك الصواريخ ممكن انها تضرب الولايات المتحده الامريكيه في اي بقعه. فملي الولايات المتحده الامريكيه اكتشفت الخبر، ديك الساعات كان وقع التهديد وتجبدوا الاسلحه وتجبد كل شيء الامكانيات،
وبجوج جوج القوتين بداو كيخرجوا عينيهم في بعضهم، والعالم كله كيتفرج كانه كيستعد ليوم الفناء. وفي الاخر كانت روسيا هي اللي كانت دارت شي مفاوضات من التحت الى غير ذلك وشي اقتراحات، صافي وفككوا داك المشكل والعالم تهنى. الان العالم تقريبا في نفس الوضعيه، العالم كله الانفاس ديالو مشدوده، روسيا زايده، اوكرانيا طبعا نقولوا ضعيفه. اوكرانيا كترد خلال الساعات قال لك حنا غنضربوا باش ما كان في الامكان ديالنا وما نهبطوش اليد. الروسي كيقول لك حنا زايدين واللي قابلنا ولا شي حاجه نطحنوه. الاوروبيين كيقول لك بانه هاد المطامع ديال روسيا ربما ما غاداش توقف حد اوكرانيا، ربما راه من اوكرانيا زايده للقدام. العالم كله كيتسنى شنو غادا دير الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه راها ماشي حاميه حقيقيه للعالم او لانها اب العالم او لا، الولايات المتحده الامريكيه جميع الازمات اللي داز فيها العالم تستفيد. مثلا الحرب العالميه الاولى ملي ضربات اوروبا كامله استفدت، لانه كدار واحد الكريديات من اجل بناء اوروبا، البنوك الممولين كانوا كلهم امريكيين. في الحرب العالميه الثانيه عاوتاني الولايات المتحده الامريكيه خلات الامور حتى الاطراف كلها نهكوا القوى ديالهم، كانت تنهكت انجلترا، تنهكت فرنسا، تنهكت ايطاليا، كان كل شيء تنهك في ذيك الحرب بما فيها روسيا، تنهكت المانيا، العالم الغربي كله كان دمر. ملي انهك الجميع ديك الساعات الولايات المتحده الامريكيه دخلت في اخر لحظه باش جربت القنبله النوويه ديالها في ناغازاكي وهيروشيما 1948 ودارتها عن عمد، اولا لتجريب الاسلحه ديالها، ثانيا لافزاع العالم، ثالثا باش تفرض الشروط ديالها من مور الحرب العالميه الثانيه. وداك الشيء اللي وقع بمجرد ما سالت الحرب العالميه الاولى، الولايات المتحده الامريكيه قزمات من النفوذ ديال فرنسا ومن النفوذ ديال اسبانيا ومن النفوذ ديال بريطانيا في سائر المستعمرات ديال العالم. وقبل من 48، قبل 1948 يعني قبل من نهايه الحرب، كانت ديك الساعات الاستعمارات خدامه في العالم كله. ولكن الولايات المتحده الامريكيه ملي استفدت من الحرب العالميه الثانيه استفدت، راه ماشي خاضت، استفدت. ملي استفدت ديك الساعات فرضت الشروط ديالها ودخلت كتزاحم جميع القوى الاستعماريه في الاماكن المستعمرات ديالها، هذه الولايات المتحده الامريكيه. ثم من بعد عاد فرضت الشروط ديالها على الكون واصبحت هي الزعيم الاوحد. واوروبا قبل من الحرب العالميه الثانيه وموازي القوى ماشي هي موازي القوى من بعد. اذا الولايات المتحده الامريكيه ما تنساوش، رانا باقي كنقولها وكنعاودها، في التاسيس ديالها الاولي، بناء الدوله الاولي وفي الدستور الاولي، راه اللي كانوا خدموا فيه بواحد النسبه عظيمه هما رجال المال والاعمال والانبياء ديال المال والاعمال في العالم اللي كانوا هاجروا من اوروبا، والاغلبيه ديالهم هما الناس ديال الماسونيين اللي كانوا ومازال كيحركوا العالم كيف بغاوه. والطبيعه ديال هاد الناس والتفكير ديال هاد الماسونيين شنو هو التفكير؟ ملي كنقولوا الماسونيه يعني كنقولوا العمود الفقري ديال الولايات المتحده الامريكيه. التفكير هو انه ما كتخرجش الصراعات الا اذا كنت مضطر، ولكن اذا كانوا صراعات وكانوا ازمات انت ما خصكش دير ديك الصلح بين المؤمنين، هذيك العقليه عند المسلمين، لا، انت خصك تستغل الظروف. وما كاينش شي العاطفه وما كاينش انقاذ البشريه وما كاينش تحن على البشريه، لا. اذا الولايات المتحده الامريكيه في جميع الازمات تستفيد، كتستفد من الازمه. اذا اوروبا ها هي دابا خايفه، والشيء اللي كيزيد اوروبا خوفا هو انه 70% من الغاز الطبيعي كتاخذ اوروبا من عند روسيا، 70% ديال الغاز الطبيعي. شوفوا الوضعيه ديال اوروبا الان اللي هي فيها. الولايات المتحده الامريكيه سواء تشنت الحرب او ما تشنتش، يكفي انها تتامل اوروبا وهي في الضعف ديالها والمشاكل والبلبله اللي غادا تخلق لها بسبب ان روسيا غادا تقطع لها الغاز الطبيعي. هذا غير كمثال، يعني ان اوروبا كلها غادا تزيد ضعفا على ضعف. وبالمقابل شكون اللي غادي يبقى؟ غادا تبقى روسيا وغادا تبقى الولايات المتحده الامريكيه. أراك دابا نتكلموا على النظام العسكري الجزائري. النظام العسكري الجزائري إلا لاحظتوا بأنه خلال الأسابيع الأخيرة
ما بقاش كيعاودوا على فمو ديك الكلمه ديال نهدد المغرب، الحل العسكري، حنا كنحفروا الخنادق، حنا كنشريوا السلاح، حنا عندنا الطيار، حنا صحاح، حنا غادي نفعلوا نتركوا. الى لاحظتوها خلال الاسابيع ما بقاتش هذه الكلمه كتجبد، بالعكس السياسيين بداو كيقولوا بانهم حنا ما عندناش نوايا من اجل شن الحرب. عرفتوا علاش السبب ديال انه النظام الجزائري بدل اللهجه ديالو خلال هذه الاسابيع الاخيره؟ وهنا غادي نرجعوا بانه من الاخطاء التاريخيه اللي نهجها النظام العسكري الجزائري اولا وقبل كل شيء انه كان عاملا، ثانيا بانه الحكم عنده عسكري، ثالثا بانه ما عنده لا استراتيجيه لا برنامج من النهار اللي الجزائر خذت الاستقلال ديالها. البرنامج شنو هو؟ هو بيع الثروات وهذيك الفلوس طبهم ولا هذا وبرديهم على المسائل، على المضايقة ديال المغرب والفساد والاختلاس والاستغلال إلى غير ذلك. هذا هو البرنامج اللي عندهم، زائد أنهم اللي كتحالف مع دول تاريخيا تبت بأنها لا تغني ولا تسمن من جوع. من هذا الدول مثلا إيران، ومن هذا الدول روسيا. النظام الجزائري والجزائر 85% 85% من المشتريات ديال الأسلحة كتاخذهم من عند روسيا. روسيا هو الزعيم، هو الزبون أو البائع المزود تقريبا الوحيد بالأسلحة للنظام العسكري الجزائري. وراه فايت له أصلا واحد الفضيحة تفرقعت في الجزائر، هو أنه بوتين يعني روسيا باعت في 2006 $3 مليار ديال العتاد العسكري كانوا باعهم للجزائر، 3 مليار، لانه في 2006 كان النظام الجزائري كان ديك الساعات عرض على روسيا بوتين يعني ضيف كبير وعظيم. في 2006 كان ديك الساعات ربما عبد العزيز بوتفليقة، وكان داك الاستقبال كان رائع وكانوا كيفتخروا به وبانه صافي جا عندنا الصحيح وغادي نديروا ما بغينا في افريقيا وبانه الجيش الجزائري لا يقهر وزيد وزيد وزيد. وكان عرض على بوتين باش يجي، جا بوتين عاوتاني اش قال له؟ قال له شتي علامات المحبه والاخوه الى غير ذلك سيدي؟ قال له انا قبل ما غادي نجي لعندك تما، قبل ما غادي نزل الطياره، اعتبر واحد الديون كتسالهم لك روسيا الله يسامح. شحال ديال دوك الديون؟ 4 ملايير ونص اللي كانت روسيا كتسالها الجزائر، وهذيك 4 ملايير ونص الاصل ديال الدين ربما غير شي مليار، الباقي كله ليزانتيري. دار له هذا، قال له سيدي الله يسامح دنيا واخره وحنا مزيانين وحنا كذا. قال له قبل ما غادي نجي ديال روسيا قال لها البوتفليقه عربون المحبه والاخوه التاريخيه وديك الهضره ديال السياسه وديال والو، عفاوهم بالحق. من اللي جا لهنايا بوتين قال له الله يرحم والديكم دوزوا شريوا من عندنا شي بركات الاسلحه. شحال؟ 3 مليار، 15 طياره ما عرفهاش ماركه سوخوي ولا شي حاجه صافي. والجزائريين شراوها مشاو. دازت شهر شهرين ثلاثه اربعه، اكتشف العسكريون الجزائريون بان ديك الاسلحه اللي شراوها وديك الطائرات بانها مستعمله، داروا لها الروسيكلاج، داروا لها الديباناج، وبان هذيك الطائره تحطت لاول مره الاستخدام مستعمله واول مره خرجت في 1979 خدمات في الحرب ديال افغانستان ضد روسيا، او لا روسيا ضد افغانستان، او لا هما بجوج. يعني تصوروا باعوا لهم موديل قديم قديم، شو شحال من عام؟ ماشي عام ولا جوج ولا ثلاثة، تقريبا 40 عام. هذه روسيا المزود الأساسي ديال النظام العسكري الجزائري. إذن هاد روسيا هادي دابا إلى استمر هاد الوضع واش بقى تعتق شي جزائري شي ماشي الشعب شي جنرال مثلا تبيع له شي حاجة؟ ما كاينش، لأن في الأزمة كل شيء كيقول لا راسي راسي. والثروات ديال الشعب الجزائري اللي بردا يماهم هذه دابا تقريبا 40 ولا 60 عام يندم عليهم ندم شديد. ربما يكونوا ديك الساعه الجنرالات ماتوا، ولكن عند الله راه ما حتى شي حاجه ما كتفلت. هذا هو السبب الاساسي علاش شفنا بانه النظام العسكري خلال هذه الاسابيع الاخيره بدا كيلتزم الصمت وبدا غير كيشوف شنو غادي يدير، لانه حتى في ذاك المشترى ديال الاسلحه كان فيهم الخواض، راك تعرفوا ديك النفخ في الفواتير. اذا غادي تقطع عليهم لا باش يخرجوا عينيهم يعني يبداو يهدوا،
وغادي تقطع عليهم حتى داكشي اللي كيديوه في داك الشيء ديال الفاكتورات وزيد منها زيد من ليه. اذا شوفوا كيفاش انه شحال من مره كنقولوا بانه راه كاينه قوانين دوليه غادي فيها العالم، وكاين اللي كيقول لك لا العالم يتطور بواحد الشكل فظيع، ولكن القواعد الاساسيه اللي كتمشي عليها السياسه العاميه والصراع الدولي ما كتبدلش. والدليل احنا كنشوفوا المصلحه هي اللي كتحكم. روسيا كتشوف على المصلحه ديالها. روسيا دابا في هذا الشيء اللي قاعده كدير دابا في اوكرانيا ومدرمه دابا هذه، شوف شحال منشرويه زايده. واش كيجبدوا معاها القانون الدولي؟ واش اوروبا كتحاسب معاها مع القانون الدولي؟ واش داك الدستور الدولي هو اللي قاعدين كيتغنوا عليه؟ القوه ولا شيء غير القوه. جميع الدول خصها تحزن بالقوه، قد ما كانت عندها القوه ديالها ذاتيه قد ما احسن. اذا في القانون الدولي ما كاين. انا ديك النهار قلتها لكم، قلت لكم انا في 1975 وحنا عم تصوروا، وكان حكم ديال المحكمه العدل الدوليه بخصوص الصحراء المغربيه. يلا هي حكمات طلب الحسن الثاني الله يرحمه رئيس الشريعه عطاو له، ومن موراها كانت دارت شي اتفاقيات التسليم 74. وتصوروا دابا الحسن الثاني الله يرحمه كيبقى عنده غير دوك الاحكام غير هكا اوراق. تصوركم ما قالش المغرب هبطوا يعني هكا، تصوركم ما قال لهم زيدوا يلا زيدوا. واش كان شي واحد من بعد غادي يجي غادي يقول له حقا عندك حكم اجي نعاونوك باش تنفذوا؟ والو. في الصراعات الدوليه القوه هي اللي كتحكم، ايه المسائل القانونيه ايه، ولكن حتى القوه كتحكم. وفي الموازين الا لقيتي ما تدي دي في موازين القوى اللي تزعزع. حيت بزاف كيقولوا لي حاجه هذا اي سيدي الجزائر لا عندها شي بالبلد ديالها ولا ديك الشيء هي مسؤوله ديالها. انا ملي غادي تكون حدايا الدوله ولا هذا الشيء على فيه العافيه، وتما كنشوف فيها طرد الارض ديالي كنقصد انا الاراضي المغربيه اللي في الشرق ديال المملكه. الا كاين تما شي حاجه ديالي وهو عنده شي بالبلا ولا عنده شي حاجه وكنت موقد ومهيئ راسي نديها، هذه راه معروفه هذه نديها. العالم كله هذا الشيء اللي كيدير، اش كدير دابا؟ على كل حال نرجعوا حنايا للموضوع الاصلي ديالنا، هو انه في هذا العالم على شفا حرب. ملي كيكون العالم على شفا حرب هذيك اللحظه ديال الزيار كتستغلها الولايات المتحده الامريكيه بالعربيه انه الرهان ديال الدول اللي راهنت على روسيا والاتحاد السوفيتي الى غير ذلك دائما رهان خاسر، والمزيد من القوه غادي تكسبها الولايات المتحده الامريكيه، هي اللي تكسب. وبلا ما نعطيكم شي فهمات وشي تحليلات على اساس انه بانه الولايات المتحده الامريكيه من مور الحرب العالميه الثانيه كان بامكانها تدمير الاتحاد السوفيتي، كان بالامكان ديال التدمير، وحفظ على تماسك النظام السوفيتي او لا روسيا حفظ على التماسك لاغراض، لانه اللي مستفد من الجانب الامريكي والحلف ديالو والعمود الفقري ديال الامريكية راه موجودين حتى في روسيا. روسيا هي بيد راه فيها التجاره الراسماليه، فيها الليبراليه، فيها البنوك، كاينه شخصيات عالميه من الانبياء ديال المال خدامين تما وخدامين تما، وما كانتش تحرف لهم انهم يهرسوا ديك القوه ديال الاتحاد السوفيتي. اذا الرهان ديال النظام الجزائري ملي راهن على روسيا راهن على واحد الحصان مهرس، بينما الموقع ديال المغرب غادي يزيد يتقوى في جميع الحالات، في جميع الحالات غادي يزيد يتقوى. علاش؟ لانه سواء وقعت الحرب سواء ردت اوروبا، حنا غير نفرضوا بانه اوروبا تورطت، الولايات المتحده راه ما غاداش تدخل، ممكن انها تعطي تسلح ميليشيات مسلحه في اوكرانيا انها باش تستنزف روسيا. اذا الولايات المتحده الامريكيه طالعه روسيا جوج الحوايج، يا اما غادا تستنزف الطاقه ديالها مع ديك الميليشيات المسلحه اللي غادا تكون في اوكرانيا، وربما اوكرانيا غادا تحول البؤره ديال المقاومه ديال عده جمهوريات حتى هي كتطالب بالانفصال وبحريه القرار على روسيا. اذا غادي يكون حرب استنزاف روسيا، سواء اوروبا ناضت دارت شي حاجه، الا دارت شي حاجه راه اوروبا غادا تضعف وروسيا غادا تضعف. في جميع الحالات الولايات المتحده الامريكيه هي المستفيد. الولايات المتحدة الأمريكية راها أنجزت وتأسسات راها اللي كيتدوم، والولايات المتحدة الأمريكية ملي تأسسات راها تأسسات بالناس الحقيقيين اللي كيمشيو العالم، الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كنتمنى الإخوان والأخوات نكون عطيتكم بعض الأفكار. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.